لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم. اللهم والدة أخي نور الدين يا رب أكرم نزلها ووسع مدخلها ونقها من الذنوب. اللهم والدة نور الدين يا رب إنها رحلت إليك وحلت ضيفا بين يديك هذا أمرها لا يخفى عليك. اللهم ارحمها واغفر لها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة. اللهم إنها رحلت إليك وحلت ضيفا بين يديك هذا أمرها لا يخفى عليك سرها وجهرها لا يخفى عليك. اللهم إنها كانت معنا في هذه الدنيا وصلت صلاتنا صامت شهرنا واليوم أصبحت من سكان قبور لا يتكلمون. يا رب اجعل قبرها روضة من رياض الجنة. اللهم والدة أخي نور الدين يا رب إنها تركت الدنيا وراء ظهرها وانتقلت إلى ما عندك. اللهم كن لها وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. في التراب دفناها وتركناها وانصرفنا عنها وقد سمعت نقر نعالنا ونحن الملين مدبرين عنها فينادي منادي من قبل الله تعالى التراب دفن ولو بقوا معك لن ينفعوك ولم يبق معك إلا الله وهو حي لا يموت. اللهم إن والدة نور الدين ترفقت دموع أولادها تدفقت قلوبهم من ألام الفراق تشققت أتراك تعود بعدها إلى هذه الدنيا أو يدركنا الموت فنلحق عسى ركب الملحقين يلحق عسى ركب الملحقين يلحق. اللهم اغفر لنا ولها اللهم انقلها من ضيق اللحود ومن مراتع الدود إلى جنتك جنة الخلود. اللهم هذه العائلة الكريمة يا رب ارزقهم الصبر والسلوان يا رب وفقهم لما تحبه وترضى. اللهم الحضور في هذا المكان يا رب اختم لنا بالباقيات الصالحات والحقنا بالمؤمنين صالحين لا مبدلين ولا مخيرين. اللهم نور الدين وإخوانه يا رب اجمع شملهم ووحد كلمتهم واترك اشتاق الشيطان فيما بينهم وألف بين قلوبهم واغفر لمن كان سببا في هذا الاجتماع كما جمعتنا يا مولانا هكذا فاجمعنا يوم القيامة على
أقصر المتقابلين يا أرحم الراحمين يا رب ارحم لنا والدينا ووالدكم يا رب اغفر لهم وارحمهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة آمين وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله